بسم الله الرحمن الرحيم. بخيل بخيل بخيل، قيل من يا رسول الله؟ قال من سمع اسمي ولم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة، ورجعنا لكم يا جماعة بعرض جديد. العرض ده اتأخر شوية بس معلش يعني، لغاية ما زبطنا الدنيا ونمت يا حاجة. الله يوسع عليك ابو طه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. والله تبقى نجم القناه عندنا. الله يبارك فيك بالحاجات الحلوه بتاعتك اللي انت بتجيبها وبتمتعنا بيها دي. الله يخليك. ان شاء الله نمبر 1 يعني. ان شاء الله هذه يا جماعه عروض ابو طه، عروض الحج عبد الرحمن. خلاص حفظنا الاسم احنا كده. تمام. الله يوسع عليك يا حاج. بالصلاه على حضره النبي. ايه معانا النهارده ابو طه؟ معانا 25 راس يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. المال الطيب، المال اللي بيتكلم على نفسه. أيوة ورينا الطرف ده يا حاج. أهو يا باشا. بالصلاة على حضرة بالصلاة على حضرة النبي. خد يدك عليه. بالصلاة على حضرة النبي. خد يدك على جنب. ظهور مقفلة. دي رميسة. في رمسان ودي رميسة. في رمسان وخرفان. أربع رمسان 21 خروف. أربع رمسان 21 خروف دول يا جماعة. بسم الله ما شاء الله عروض الراجل الطيب والبركة بتاعنا دي. والله احنا بقينا نتفائل بيك ان شاء الله يعني. ربنا يوسع عليك ابو طه ويزيدك يا رب. دول يا جماعه 25 راس. بالصلاه على حضره النبي تبارك الله. هذا يا جماعه احنا عايزين نفرشكم على المال الاول. طبعا احنا يا جماعه بنصور من بعيد ومن قريب عشان تشوف الخروف على الطبيعه، واللي يوصل لك ما يبقاش غير التصوير. هذه يا جماعه الحياه اللي معانا كلها. دول 25 راس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دقيقة خليك عندك احركهم لك. ربنا يبارك في المال يا رب. الله يوسع عليك ابو طه. الله يوسع عليك يا حاج. هذه يا جماعه دول 25 راس. بسم الله ما شاء الله. يا جماعه الظهور بما يرضي الله ظهور مقفله. وفي حاجه ثانيه ابو طه، المده طويله. المده طويله. مده الخروف طويله. والعب واسع. والركب بسم الله ما شاء الله عريضه ركب الخروف. والعمة ابو طه، العمة تبارك الله بسم الله ما شاء الله. الخرفان كلها بعمم دولة صح؟ كلهم قرون دولة؟ كلهم بقرون. خلي بالك في مشاهد ابو طه يقول لك ايه، انا عايز الخروف ابو طه ابو عمة ابو قرون، لان في ناس البهايم القرع ما بتمشيش عنديها. تمام. صح كده؟ تمام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا عم هنا القرع كل الاربع قرع دول النتي. النتي دول طبيعي هي طبيعي. الرمسان عندنا بلغتنا وبلغة بحري البدريات. البدرية أو الحلية. أو البدرية. الحلية دي اللي كاسرة. اللي كاسرة. الناعية. تمام أبو طه ما شاء الله عليك. إحنا يا جماعة هنلف لكم على العرض وهنشوف لكم تفاصيل العرض ده كله إيه. أدي يا جماعة الخرفان بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حاجة من المال الطيب. أدي يا جماعة بصوا عايزكم تشوفوا. المشاهد بيشوف يدك راحة فيه. ماشي. المشاهد بيشوف يدك وصل ايه. وانا خلي بالك والله دايما بحط يعني احنا انا مش عايز امسك خروف خروف، بس انت حط يدك كده عشان المشاهد. خلي بالك احنا انا راي لابويا الجزار قلت لك الكلمه دي. انا اول حاجه بحط يدي على الخروف بعرف الخروف من ظهره. ما انت تحط يدك بقى عشان المشاهد. انا اول قناه حطت يدي على ظهر الخروف. طيب الله يوسع عليك يا ابو طه. ادي يا جماعه بصوا الظهور، ادي الظهر يا جماعه ظهور مقفله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. احنا برضو هنلف لكم عليهم كلهم، احنا عايزين نمتع المشاهد. الصلاة على حضرة النبي. بصوا يا جماعة شايفين المادة. بصوا المادة، مادة الخروف. بصوا يا جماعة ادي المادة بتاعت الخروف. بسم الله شايفين خروف. بسم الله ما شاء الله. شايفين الظهر، ادي الظهر يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله في المال الطيب. طب دلوقتي ابو طه انا كنت عارض عرض من يومين. تمام. في واحد لما يقسم ال 25 خروف دول على النولون يقول لك طب ما النولون كده غالي. تمام. لو حد مثلا عايزك تكمل له العرض ده تكمله له 50 مثلا. بس الصبر بقى عشان احنا بنشتري اللي يعجبنا ويعجب الزبون. الله ينور عليك. لو ما عجبش الزبون يلزمنا. ايوه الله ينور عليك. ماشي. فما بنشتريش اي هوا وبس. لا بنشتري الحاجه اللي تنفع معنا احنا الاول. عشان حتى لو تخلفت. حتى لو تخلفت في الرعية تطلع. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. البهائم دي تحويلها سريع يا ابو حميد. بسم الله ما شاء الله باين عليها حق. باين عليها. تحويلها سريع. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دول كلهم حبل واحدة يا ابو طه. ان شاء الله كلهم رعية واحدة. دول كلهم رعية واحدة يا جماعة وهيبقوا حبل واحد.
بسم الله ما شاء الله. طب ايه السن ابو طه؟ كله لباني. كله لباني يعني دي كلها خرفان قاني؟ كلها خرفان قاني لباني. كلها خرفان قاني لباني. مفهومش ولا حتى عقل الدرس. بسم الله ما شاء الله. المال يا جماعة بما يرضي الله بيتكلم على نفسه والخرفان باينة ان هي لباني. تعال يا اخي معلش دقيقة بس، تعال انا عاوزك في حاجة، ممكن تفتح لي سن خروف؟ افتح لك انا باش. برضو احنا ايه بنأكد للمشاهد يعني. اهو يا باش. ادي يا جماعة سن الخرفان، تمام. واحد تاني ابو طه يتعب معايا معلش. حاضر. هذا الرميسة دي. ماشي. اي حاجة. احنا برضو يا جماعة. سيب. عايزين نوريكم كم سن حاجة كده. هذا يا جماعه السن لباني بسم الله ما شاء الله. احنا دايما يعني بنفرج المشاهد على كل حاجه، بقلبهم سن سن. تمام. لو كسر سن عندهم. تمام. لا حق انت رايك كلمتك بما يرضي الله من ناس التجار يعني. في عارف في واحد اسمه ابو ايمن او الحاج ايمن حاجه زي كده يعني، والله العظيم دايما يعني مسميك التاجر الصادق الامين. المعزه دي براهم بس يكون الصور. لا احنا ناخذوها على العرض المعزه دي. وفي برضه وص خروف هنا بسم الله ما شاء الله، ده تبعهم تبع ال 25. لا يكون تبع ال 25 ده برا العرض. يا جماعه بصوا العينه ال 25 كله حبل يعني، كله نفس العينه دي. تمام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خلي بالكم يا جماعة، أنا ملاحظ حاجة بما يرضي الله في أبو طه. أبو طه يعني أنا شايفك بتعرض يعني عرض مزينجي كده زي ما بيقول لك. براحتنا. براحتنا هو العرض ده اتأخر شوية بس لغاية ما لقيت اللي هو عدل الزبون. اللي عدلنا قبل عدل الزبون. لا اللي عدلك أنت قبل عدل الزبون. عشان لو في حاجة ما عجبتش زبون تلزمك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذه يا جماعة العروض كلها بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طب ابو طه بالصلاه على حضره النبي، احنا معانا 21 خروف ومعانا 4 نتي. تمام كده 25 راس. ان شاء الله. داير على كام بالصلاه على حضره النبي؟ داير على 2520. 2520 بعد كل المناقشات. بعد كل المناقشات. السوق شادد اليومين دول. السوق شادد وما فيش مال. السوق شادد. عشان شادد برضو شادد. بتبقى في مشاهد بيأمل يعني ايه ان عايز. السوق شادد شديدة. انا بما يرضي الله صورت النهارده في السوق، كانت الاسعار يعني حتى في العيول اللحم والعيول الجاني الاسعار كانت شديده بما يرضي الله. شديد. والرخيص غالي. والرخيص غالي. وبما يرضي الله يا جماعه انتم شايفين ادي المال بيتكلم على نفسه. العرض يا جماعه داير في الراس دي 2520 جنيه، دايرين كده كلهم في بعضيهم 25 راس. الراس معروضه على 2520، 21 خروف واربع نتايات. نقول الرقم ابو طه. 0128 1-5 3-3 8-2-8. بسم الله ما شاء الله. ابو طه نقول العنوان اسوان، محافظه اسوان. السيل الريفي. شارع 11. الله ينور عليك وربنا يبارك في المال يا جماعه. في نهايه الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك في الفيديو، والناس اللي داخله جديده عشان ان شاء الله كل يوم هتلاقي اهم حاجه اللايك. اهم حاجه اللايك. طب قول لهم عشان في ناس بتحبك. اهم حاجه اللايك يا اخوان. الله يوسع عليك. الراجل ده بيسعى على اللايك. الله يوسع عليك. وبيمشي بالليل وفي النهار وفي الفجر على اللايك. الله يوسع عليك يا حاج. الله يوسع عليك. وخلي بالك احنا معظم المشاهدين بتوعتنا والله ناس حبايبنا واخواتنا يعني. في نهايه الفيديو يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.